قال لي يا فاطمه اني لا اجد في بدني ضعفا فقلت له اعذك بالله يا ابت من الضعف فقال يا فاطمه ائتني بالكساء اليماني واعطيني به قالت فاطمه سلام الله عليها فاتيته بالكساء واتيته به وصرت انظر اليه واذا وجهه يتلاء نورا كانه البدر في ليله تمامه وكما قال فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد بلى وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أما إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد ولى وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أما إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله وتعاون لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهم الحسين تحت الكساء قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد ولى فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولدك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله يعلم يا ملائكتي والسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا
فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء أم مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وصفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي رضي الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام